المستويات؟ اولا طبعا 3 دراهم 51 هاي النقطه الاعلى اللي حققها السهم خلال 2012 كامل، وهي الاعلى اللي حققها السهم من بدايه 11/4/2011. يعني بنتكلم عن سنه ونص هذا الرقم. طبعا هذا وطبعا اعمار، على اساس ما ننسى انه اعمار كانت فعليا بدا صعود اسرع من السوق، لانه هو بدا بترند صاعد خلال شهر رمضان. كان واضح انه القناه اللي دخلها كانت حاده نوعا ما، احد من صعود السوق بشكل واضح. هذا يمكن اللي خلانا على اعمار نشوف عمليه النزول الاكبر او الحصه الاكبر من النزول كانت على سهم اعمار. طبعا غير انه هو سهم قيادي، واضح انه صار عمليه الدخول والحركه من ناحيه المستثمرين على هذا السهم. سهم حقق ارباح جيده في اخر ربعين او النص الاول، هذا اعطى نوع من انواع الاستقرار للمستثمر. والمستثمر طبعا للاسف احنا سوقنا ما زال في ضعيف يعني من ناحيه الشركات، فالمستثمر بعد الازمه يركز على الاسهم القياديه. هلا اعمار فقط تعليق على كونه انه ارتفع في قناه حاده كما ذكرت. طب كتايم فريم عاده لما يكون بفتره زمنيه قصيره، هل ممكن انه نقول انه في كان عندنا ترند اصلا في هاي الفتره؟ هو بالضبط، كان في ترند واضح، هو كان ترند دخل قناه بالضبط ذكرت انه دخل قناه صاعده. هي فعليا القناه الصاعده بداها من تاريخ 28/6/2012، يعني خلينا نقول من بدايه شهر 7 دخل الترند الصاعد بشكل واضح، واستمر في هذا الترند الصاعد لاخر رقم او اعلى رقم سجله ب 22/8/2012. 22 اللي هو 3 دراهم 51 بدا عمليه التصحيح. يظهر الى جانب ايضا مرافقتك فادي الى الصوره، حبذا لو نظرنا ايضا الى التداولات، فعلا في ترند، يعني الترند هو وجود على الاقل قمتين صاعدتين متتاليتين وكذلك قاعين صاعدين متتاليين، هذا يثبت انه الترند كان صاعد وكان بحده. بالضبط. طيب فرص اعمار انه يتجه للارتفاع، ما الذي سيدفع اعمار للاتجاه للارتفاع غير عن المستوى الفني؟ يعني شو هي محفزات السوق المحليه كقطاع عقارات كنتائج اعمال تشغيليه لاعمار انه تدفعه للارتفاع وشهيه للاجانب انهم يستثمروا فيه؟ صحيح. اولا قبل ما نخرج من الفني على اساس نذكر هذه النقطه المهمه، 3 دراهم و30 هي نقطه مهمه كانت على الاعمار، واضح انه خلال النزول حافظ عليها لمده 4 ايام يعني متتاليه، ما كسرت يعني كسرها بشكل بسيط جدا، لكن حافظ على هذا الخط الافقي عند 3 دراهم و30 وهي كانت مقاومه مهمه. انا تصور اعمار زي ما قلت انه سهم قيادي، بعد ما صارت بالذات في النص الاول، واعتقد انه حيكون النص يعني لو استمر بنفس النشاط او بنفس هاي طبيعه الارباح اللي حققها اعمار من بدايه السنه، حيكون 2012 النص الاول السنه الاولى في تاريخ اعمار انه يحقق النسبه الاكبر منه من ارباح ثابته. بس يعني انه شو فرص انه اعمار يعيد تحقيق نفس الارباح؟ كانت ارباح استثنائيه لانه باعوا كل وحداته في برج خليفه. لا بالعكس، انا هذا اللي بتكلم عنه، انه هو اكثر لاول مره في تاريخه يحقق ارباح من ارباح ثابته، يعني ما عاد اعتماد اعمار في ارباحه على غير حقيقيه مقارنات لا مش غير حقيقيه، قصدي على بيع العقارات، بمعنى انه هلا اعمار هو بيقسم ارباحه الايراد عنده لثلاث انواع رئيسيه. اولا ارباح تاتي من البيع للعقارات، وهذا اللي كان معتمد عليه قبل 2012 بشكل كبير، كانت توصل النسبه الى 70 و80%. هلا صارت والاثنين الثانيين اللي هم الفنادق والهوسبيتاليتي بالضبط، نعم. الفندقه وموضوع المولز والايجارات الثابته للشركه، صارت اكثر من 51% هي ايجارات ثابته وعمل من الفنادق ومن المولز، فبالتالي اعمار صار استقرار واضح، يعني صار عندنا هذا العائد طبعا ثابت، غير انه هي ميزه العائد هذا انه هامش الربح في هذا العائد عالي جدا، يعني احنا كان زمان يضطر اعمار يكون يربح انه كان ارباحه او هامش ربحه من بيعه للعقارات انه مضطر انه يدفع عشان يبني هاي العقارات بنسبة 30 إلى 40%. هلا هامش ربح اعمار صار يتجاوز ال 50 بالضبط، المارجن ريفينيو صار يتجاوز ال 50%، لانه هذا الجزء من الارباح اللي هي الثابته تشكل تقريبا 70%، لانه كل التكلفه اللي بيدفعها هي عباره عن مينتننس ويعني صيانه لهي المرافق. حجم او وزن عفوا اعمار على المؤشر في سوق دبي كم فادي تقريبا؟ هو اصلا يتجاوز ال 20، بس طبعا سوق دبي المالي قبل تقريبا سنتين عدل المؤشر، صار انه لا يتجاوز، ما في اي مؤشر، ما في اي سهم يتجاوز اكثر من 20%، فهو عنده الحد الاقصى اللي هو 20%. طب عندما نقول انه 14 مليون سهم كانت على اعمار بالوزن اللي عم بحققه في السوق، معناتها يجب او مش يجب، على الاقل ممكن في الفتره القادمه نجد انه في علاقه تلازميه متوازيه بين تحركات المؤشر
وبين إعمار، يعني إذا إعمار 20% سابك السعودي 12% وعم بيعمل حراك متوازي مع السوق. لا هو أصلا إعمار، يعني إحنا لو مقارنة رسمة إعمار مع رسمة السوق هي تقريبا متشابهة تماما، وخاصة في الفترة بالضبط يعني. حتى معظم المحللين الفنيين بيعتمدوا على رسمة إعمار أدق من رسمة السوق، لأنه في بعض أسهم صراحة مش ذات جدوى في وجودها في 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 السوق، فبقلل عملية التذبذب بالضبط، فبيعتمدوا على على حركة إعمار أكثر ما في دراستهم الفنية. طب. على على السوق. دراكان سكال أرامكس من الأسهم اللي فيها عليها توجه نشاط في الفترة هاي الربع الثالث، عادة هذه الشركات وحتى اتصالات في سوق أبوظبي بيكون ننتظر فيها نتائج جيدة. أرامكس من أقوى الشركات في قطاعه اللي قدم نتائج إيجابية، بس مين المتوقع منه في نهاية شهر 9 اللي يقدم توزيعات، أو إحنا دائما موعودين معه بتوزيعات في نهاية الشهر 9؟ والله انا مستبعد ان يوزعوا توزيعات بالذات على على ارامكس، لانه ارامكس ولا توصيات مجلس اداره حتى لو كان ارباحهم قويه. لا هو انا ليه نقطه عمليه عدم التوزيعات، لانه الشركه اعلنت في الفتره من بدايه السنه عمليات استحواذ عاليه، حتى كانوا مخططين لاول مره في تاريخ الشركه قروض ياخذوا قروض على اساس الاستحواذات. فاعتقد مش من المرحله او مش حيتحركوا براس المال بالضبط. ما اعتقد انه يقللوا لانه محتاجين الفلوس للاستحواذات. بس الميزه في ارامكس طبعا انه مع الازمه زادته قوة، ما ضعفته فعليا، وغير انه الهامش الربح فيه عالي جدا، ما عنده اي نوع من انواع القروض للشركة، فاعتقد هذا عامل ممتاز. ارامكس بالعادة حركته دائما هي او السهم المفضل للمستثمرين الاجانب غير العرب، لانه واضح زي ما قلنا استقرار وارباحه متفاوتة وتوزيعاته جيدة، فاعتقد من الاسهم الجيدة في هذا ارامكس. طب دراكان سكال، وكان في نقاش انه في البعض بيحكي انه حتى اشاعات ما كان في، عادة دراكان سكال لما بده يتحرك بهالنشاط وبترافق إعمار في هالحراك اللي عم نشوفه، شو ممكن يفسرها في السوق؟ دراكان سكال سهم، أول شيء سهم جيد من عدة نواحي، يعني بمعنى أنه هامش الربح عالي، تكلفة الدخول في أي مشروع قليلة جدا، لأنه بالآخر هو يعني سوق شركة مقاولات يعني، وتكلفتها معروفة، وبالغالب هي تكلفة variables، تكلفة متغيرة، فهذا من الميزة. لكن احنا لو فنيا دراكان سكال من اعلى نقاط كان يعني فعلا شبيه لاعمار من ناحية انه صار عليه عملية ضغط بعد او اخر شهر رمضان، فصار عملية ضغط على السهم، عمل عملية تصحيح سريع، فاعتقد صار يعني ذات جدوى بالدخول عليه على هاي الاسعار اللي واقف عليها، فاعتقد دراكان سكال من الاسهم المضاربية الجيدة في الدخول فعليا. طيب في سوق ابو ظبي ما بعرف اذا بصح لي استعمل هالتعبير، الراكات كلها راس الخيمه العقاريه وسيراميك راس الخيمه، يعني شو وضعها بالسوق؟ يبدو انها عم تشهد كمان نشاط واضح. اعتقد هاي كلها مضاربات، يعني انا كل الراكات رايي الرك عليها اعتقد هي مضاربات، لانه يعني احنا شفناها وشفنا ادائها حتى المالي في الفتره الاخيره، اعتقد هي مضاربه لاستغلال السوق، وبالذات على في ابو ظبي دائما بيصير عمليه تفاوت، يعني زي شعاع مثلا من السوق، دائما السوق لما ينزل شعاع بيطلع والعكس صحيح الا بعد مراحل، وهون بالغالب الاسمنتات والكذا بيكونوا عكس السوق، بحيث انه لو في صار ضغط على اسهم معينه في سوق ابو ظبي المالي بتوجه المستثمرين لاسهم مضاربيه في الصعود والاستغلال. طب هاي الاسهم المضاربيه، طب الاسهم الاستثماريه مثل اتصالات، خلينا نحكي حتى مش الاستثمار اللي في عليها حراك يومي تقريبا، الدار سروح كانت من الاسهم النشطه، حتى اسهم الطاقة رجعت دانا غاز وطاقة، كيف بتوجه هلا السوق تجاه هالأسهم؟ أول شيء بشكل عام السوق هو فعليا كان أسرع من سوق دبي المالي في الصعود، من بداية شهر رمضان كان صعوده أو قناته اللي دخلها حادة، أعلى وصل ل 2600، كانت نقطة مهمة جدا، كانت نفسية وحقيقية، مقاومة حقيقية عند السهم، كانت هي الأعلى في خلال 2012 بالكامل، فأعتقد صار عملية تصحيح من هاي النقاط 2600، وكان متوقع حتى على قناتكم ذكرنا أنه 2530 أو 20 إلى 30 هي الأقرب لسوق دبي لسوق أبو ظبي المالي، بحيث أنه يكون على نفس القناة اللي بدأها من بداية شهر 6، فأعتقد رجوعه لهي النقطة يكون متوقع، بالذات باسهم يعني بقياده الاسهم القياديه زي الدار وصروح، لانه الحركه الاكبر عليها فيها، والملاحظ انه في تذبذب في دخول النقد يعني او يعني الفوليوم على الكاش بالضبط على السوق مقارنه مع دبي، لانه في واضح فرص افضل في الفتره هاي على الاقل. اشكرك السيد